لكن دلوقتي القانون الجديد بقى القانون الجديد عمل يعني خطوات كتير قوي. يعني اقول لحضرتك الملخص عرفت مساحتي اللي انا هبني عليها. انا اقول لحضرتك الملخص بتاعها. في البدايه المواطن بيروح المركز التكنولوجي يطلب طلب بيان صلاحيه ويكون معاه صوره البطاقه وكروك الموقع وجدول احداثيات الموقع. ده في القديم ولا الجديد؟ في الجديد بقى. في الجديد تمام. بعد كده الطلب يقوم المركز التكنولوجي بيبعت الطلب لايه؟ مكتب استشاري للجامعه الاول. حلو. بعدين الجامعه بتدرس الملف. بعد ما خلاص الجامعه توافق على الطلب وممكن يكون الاول في رفع مساحي لان مش كل القطع ليها. في قطع ليها رفع مساحي وفي قطع ما لهاش. الفرق اللي لها رفع مساحي لازم لازم المركز الجيولوجي يتفق مع احد الجهات المساحيه زي مديريه المساحه او شبكات المرافق او المساحه العسكريه. لا اللي انا اقصده ايه الفرق في يعني او ايه الحكمه في ان انا ارفع مساحه ارض او ما ارفعهاش؟ عشان افصل حد بين ارض وشارع بين املاك دوله. طب مش انا كده كده عندي المرافق اللي انا بخرجها 30% اللي بيخرجوا؟ لا في املاك يعني ساعات وزاره الري بتبقى اصلا تمتلك البيت بتاعك وبتاع الارض بتاعتك. فحضرتك ممكن تبقى تخيل ان ده ملكك وهي في الاصل املاك دوله. فبيجي فهي الدوت بيخليني الرفع المساحي يحدد حدود الملكيه بتاعتك على اراضي الدوله. فده اللي هو فصل البناء عليها. يجوز البناء على الارض. ممكن يكون في جزء تبعك وجزء لا. فالمهم في حاله الرفع المساحي المركز التكنولوجي هيتعاقد مع الجهات المساحيه المعتمده زي مديريه المساحه او الهيئه المساحه العسكريه. المهم اتعمل ايه شغل المساحه في الموقع. بعد كده بيان الصلاحيه بيرجع الايه يكون الجامعه خلاص بعد ما درست الموضوع رجعت الطلب للمين؟ للمركز التكنولوجي. هو المركز التكنولوجي زي ما يكون الايه الوسيط اللي بين المواطن والجامعه. فبالتالي الجامعه بعتت بيان الصلاحيه فالمواطن راح يستلم بيان الصلاحيه من المركز التكنولوجي. بعد كده المواطن بيتعاقد بقى مع مهندس معتمد من نقابه المهندسين لاعداد ملف الترخيص. طيب احنا هناخد اتصال تليفوني. الو معانا طه من بني سويف. طب الخط فاصل ماشي نكمل. المهم المواطن بيتعاقد مع مهندس معتمد من نقابه المهندسين او مكتب هندسي او مهندس استشاري عشان يكمل له اجراءات الملف. انا خلاص انا كده خدت احنا بس معلش خطوه عشان الناس تبقى فاهمه معانا الخطوات ماشيه ازاي. انا رحت المركز التكنولوجي وقدمت اوراقي وقدمت كل مستنداتي والورق راح للجامعه والجامعه عملت بيان الصلاحيه وراجع صوره الكترونيه وصوره للمركز التكنولوجي تاني. خلاص ابتدي بقى انا المواطن بيتعاقد الاستشاري بيتعاقد مع مهندس على طريق توكيل يعمل له الايه بقيه الورق اللي هو الملف الترخيص والرسومات المعماريه والانشائيه. وبعد كده المركز التكنولوجي ياخد الملف ده ويبعته لمين؟ للجامعه تاني. طبعا الجامعه دورها اللي هو الاشراف والمراجعه الرسومات.